زين، بس بقول لك سالفه تضحك، قولي لي. سالفه كوميديه. خطبني واحد عجيب، عظيم. لا 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 ومنصب وهذا وشيء عجيب، عمره يمكن من عمر علي المفيدي، بس انا رفضت ان انا يعني اكرر التجربه هاي، بس كنا خلينا نشوف يمكن في اشياء يكون زين. زين. طلع في عيب خلقي انا ما اقدر اتحمله. شو هو؟ كذاب. لا يا رجل، يا في ريال مو كذب. يسولف وايد. حنان. حنان. اوه مات دق دق يحبك فقيره دق عنه بعينه. وين ما هو قاعد انا مره اتصالاته اتصالاته عجيبه، مشتاق ما بي شوقه، مش عايزين. والله ما عرفنا لكم يا لا والله صدق والله انا في يوم ما تبي يحن، يعني تبي يحبك بس بمزاجك. لا انا احنا في مرحله الاستلطاف. اوكي ماشي. فانا شنو قاعد اضحك، قاعد اطالع يوم ينني من كثرة اتصالاته، قلت أنا بقعد يوم ماني رادة عليه بشوف سقف السقف راح كم مرة بيتصل. بشري 71 اتصال في يوم واحد يا نهى، مش شوق مش عايزينه. دكتور فوزية دريع إذا تتابعي الحلقة قولي لها مو من الشوق. 71 اتصال، أي من أبغى ترفع عليه قضية الحين. وين واحدة حاصلها واحد يعني واحد سبعين واحد مرة ما بي واحدة وروح يدور واحدة ثانية ترى دور. بس لك قبل فترة شفته يدش الحالة مالت الواتساب مالي يشوف الصور وي 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 بس قلت له على سناب وانستغرام وكذا. لا 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 حد واتساب، حد واتساب ايه. بس اكتشفت انه لما الحين عايش ما مات يعني موجود. الله يعطيه الصحة والعافية لانه كبير صراحة وايد.